به والذي يوجد رهن الاعتقال قام بهذا الفعل بدافع السرقة. فاطمة رمرم والحسي الوفقي. اهتز حي الصخور السوداء بالدار البيضاء على وقع جريمة ذهب ضحيتها رجل في الخمسينيات من عمره، حيث وقع الحادث داخل متجر لبيع المواد الغذائية والتبغ. المتهم بهذا الفعل الإجرامي من مواليد 1992 أقدم على فعلته بدافع السرقة. من خلال الأبحاث العلمية وكذلك الأبحاث الميدانية تمكننا من احتداء الفاعل اللي تبين أنه شاب في مقتبل العمر يسير محلا للانترنت وكان مدينا لصاحب المحل بمبلغ 3000 درهم مرورا بشارع مولاي إسماعيل توقف لدى محل معد لمواد لبيع المواد الغذائية والتبغ، وبداخل هذا المحل بعد ما اقتنى منه عصير ليمون استغل فرصة انشغال صاحب المحل بأشياء أخرى وسدد له ما مجموعه 9 طعنات كانت كافية لإرضاء قتيلا. الهالك أب لأربعة أبناء كان يمتهن قيد حياته التجارة، وفاته خلفت استياء كبيرا لدى جيرانه وذويه. كان في هذه الحرفة ملي كانت عنده 16 عام، دابا عنده 53 عام، مخلي العائلة ربعة الدراري والمرأة مريضة، وهو واحد مواطن صالح اللي تيتساعد مع الكليان ديالو مع الناس ديال الدرب، الناس ديال الروشنوار كلهم تيبكيو ليه. وفي انتظار استكمال البحث والتحري في هذه الواقعة سيتم تقديم المتهم أمام أنظار العدالة لتقول كلمتها في المنسوب إليه. 9 إصابات بجروح خفيفة هي حصلت